السلام عليكم اعزائي المشاهدين حياكم الله بقناتنا وقناتكم قناه المال اليوم معنا مع المربي والهاوي جاسم الفرس حياك الله اخوي ابو محمد الله يحييك ويخليك حبيبي وسرحان الله مشكور على استضافتك لنا يا اخوي حبيبي افو عليك والساعه المباركه اللي شفناك فيها ساعتك ابرك يا اخوي مكانكم محلكم ما يبي طبعا اخونا ابو محمد ما شاء الله متميز بالدياي العربي المميز نقول عنه الكويت المطور عدل 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 قل لنا بالبداية عن بداياتك والله حجي شوف البدايات طبعا أنت عندك شغلة تبي فيها حلو لازم أول شيء تسأل تشوف على قولتهم تاخذ لك نظرة عامة عدد. عن الحلال اللي تبي فيه حلو لا عشان إذا دشيت تكون خلاص داش أنت على قولتهم ربعنا ماسك الخط السريع ماسك الخط أمورك ايه. طيبة ام. فلما تدش تعرف هذه المواصفات شنو هذه المواصفات شنو شلون طريقه التراكيب، شلون طريقه الانتاج، مم. العلاجات آه، الحضانة آه، والامور هذي كل هذه كلها اللي مم. تخص الدياي العربي حتى لما نقول بعد لما لا تقول لما لا شلون تبيعه بعد ايوه بالضبط هذه سواء يعني حتى حق العرض او التصوير الامور هذه كلها مم. فمن البدايات قعدنا نفتر عند الربع الشباب طبعا في ناس القدامى بالدياي العربي <applause> ناس كبار ولهم نظره حلوه أيه ما شاء الله وحلالهم طيب. نظيف وحلالهم طيب ما <applause> شاء الله فلما دشينا دشينا عند ناس يعني محاصيرهم وشفنا عرفنا هذه مواصفات كذي هذه ميزته كذي <applause> هذه التراكيب الصحيحه <applause> فلما عرفنا هذه الامور كلها بلشنا عاد نتشرى شغلات خفيفه مثلا نقول بدايه نفرض مجموعتين او ثلاث ديش مميز حبات تراتيب حبات مثلا دياي تكون اكشن مميزه الديش مثلا مرتب نسميهم تراتيب حق التراكيب اساس ان انتاجك يطلع سليم واموره فوق الطيبه حلو فلما اندشينا بالشغله هذه طبعا بالبدايه اول ما تدش بالمجال هذا بالانتاج والسوالف طبعا ما راح تعرف اه انه مثلا تفند مثلا الفروخ اللي موجوده صح هذه لا نقول انا تدريجيه تدريجيا يعني انت ما شاء الله يعني كم سنه صار لك انت بهالهوايه آه انا شوف بهالهوايه طبعا آه انا دشيت فيها ماني ذاكر بالضبط متى بس اللي اتذكره انه ب 2009 2009 او 2008 هم 2009 و2008 كانت طفرتهم كانت طفرتهم صح انا, أنا فكرة إيه يعني من هنا انا كنت داش فيها بعد ايوه أي. بالضبط م. انا بالفترة هذه شوي صارت ظروف فليت م. يعني من المجال م. هذا م. ورديت الحين صار الحين ما شاء الله يعني خمس سنين ودايما ان شاء الله ما شاء الله وعسى الله يتمم عليك ان شاء الله ومن هالامور ان شاء الله عم. اجمعين حبيبي وما شاء الله هالتراكيب وهالدنيا قل لنا قبل التراكيب شنو مواصفاتها؟ المواصفات طال عمرك انت مثلا الحين جبت لي ديش عربي تبي تقول عنا المميز؟ حلو. أول شيء نمشي حبة حبة. م. عندك أول شيء الراس. أول شيء الفراغ لازم يكون مبطل كامل م. ويكون نظيف. نسميه إحنا ممسوح مسح. ممسوح عادل. يعني. أيوه يعني ما في طقات لحم من النص أو داخل أو شيء طبعًا في فراغات تشوفها مثلًا مثلًا اللي واقف م. عرفت؟ آه اللي شوي معفس بس إذا كان مبطل ونظيف هذا يصلح لك حق الإنتاج. م. إذا كان لا والله في تسكيره بداية الفراغ أو ربع الفراغ أو نص الفراغ هذا لا هذا يورث يورث يورث, يورث إذا نقول إذا كان مسكر يورث يورث هذا البداية على الفراغ أنه يكون نظيف وممسوح وكامل بعدين تنزل طقة واحدة اللي هي القنزوعة حلو القنزوعة اللي وراه ما تكون يعني على قولتهم نسميها عربي كشه ايه عرفت؟ يعني تكون يعني مناسبه اي مناسبه ومرتبه مه. يعني انت لما تشوف لما تبي تي تشوف الديك تشوفه متكامل عدل لازم يعني تشوفه يعني ايه متكامل يعني مه. لو شغله واحده تطلع غلط بس خلاص بس هذا هذه تنهي تستبعده تستبعده مه. على طول الشغله الثالثه تي مثلا على العين مه. العين طبعا القدامى قبل العين البرتغالية عادي هذه شيء عادي مه. بس مع التطوير مع الامور هذه مه. لا العين المفروض تكون سوداء وكل ما كبرت العين مه. وتكون مدورة أحسن. عدل سنتر تكون مدورة مه. وتكون الغمزة اللي تحت العين هذه تصير هم ميزة بالوجه هذه سالفة العين المنقار المنقار لازم ما يكون طويل مه. يكون اقطم شنو قصدك بأقطم؟ الاقطم لما يك... تشوف المنقار يكون فيه قصر مه. وفيه الجبارة مه. اذا كان قصير وايد هذا يصير عيب واذا كان طويل وايد هم من عيب هم يكون يعني مناسب يعني مع إيه قصه الراس إيه يكون مناسب مع الراس إيه؟ مع قصه الراس نفس ما قلت عدل كلامك فطبعا هم في بالمنقار في شغله في ناس يعني لاحظت انه ما ما تعرف هالشغله هذه الفراغ اذا كان عود ينزل على المنقار فمن ينزل على المنقار تشوف المنقار يصير قصير اي بس لما ترفع للحمه مالت الفراق لا تشوف المنقار طويل عدل أي يعني في شغله هذه في فنيات يعني المربين لازم يعرفونها يعني حتى الشغله هذه ربعنا كلهم ما شاء الله يعرفون عندهم الله حلال زين هذه الشغله حق الناس الجديده اللي تبديش بالهوايه والامور هذه انت مثلا نغلق مال الديك يكون مثلا متساوي مرتب ما يكون يعني مدور كامل ما يكون مثلا واحد طويل وواحد قصير م. او انه مثلا مقصوص او شيء التراشي تكون مرتبه مكانها الصحيح والتراشي ال... احنا الاغلب قاعد نشوفهم بيضه هل يختلف انه في منهم احمر بعد في احمر وفي ابيض ايه انت لما تيجي تبي تركب مثلا الديك مثلا نفرض أن رس الديك هذا ممتاز زين ترثه زينه يعني سلالته زينه حلو عادي ما يضر تاخذه تركبه على الدياي انت عاد هني فنياتك تاخذه مثلا ديايه لا والله مرتبه ترى شيء حلوه وكل شيء م. لما تركبي ان شاء الله انه بينتج لك شيء زين م. بس انه ما تفرق التركيه الحمراء او البيضاء ما تفرق هذه كلها هذا على نظره المربي نفسه نظره أو او نظره مثلا اللي يبي أه يعني يميز بالحلال دائماً نديك باللوه مثلا متكامل بشغلات النقاط اللي قلت لك عنها م. خلاص هذه الشغلة ما تضره حلو ونتكلم كم. عن الجسم انزين انت تكلم عن الجسم تي اول شيء النحر النحر اللي هي رده الديك كسره الرقبه هذا اللي يسميها النحر تمام الصدر لازم يكون بارز لي ويعني الجماليه بالصدر القصه اللي بالنص اللي هو الخط اللي بالنص تمام كل ما القصه مع تلون الريش أيوة شوي يعطيك إيه؟ بالضبط طبعا في قبل كانت في شغله تصير اللي هو الريش يكون مبطل على الاجناب اي هذه هم شغله يعني الحين صارت يعني نفس ما تقول شغله نادره يعني قليل ما تشوف منها بالمحاصيل وهالشيء انه مرغوب فيه هي إيه اكيد هذه جماليات حق جمالي الديش جمالية نفسها او حق الديايه نفسها ف قلت لك يعني النحر النحر ونروح على الذنب قبل انا اوصل الذنب اقول لك بشغله الهزه اللي هي هزه الديك لما يوقف هذا الاكشن اللي الناس اول شيء طالعها خلينا نقول منيه هالهزه الهزه هذه طال عمرك يا طبعا قبل ما كانت موجوده بالدياي اللي قبل صح. العربي م. فطوروها في بعضهم طورها مثلا بالحلال اللي من برا في انواع دياي فيهم الهزه اللي يسمونهم الكوبرا ما كوبرا هذيلا فلما تركب خلاص انت سحبتها انت سحبتها اي لما تسحبها على الديج هذا يعني هي شغله قديمه اي شغله قديمه بس احنا متى شفناها؟ شفناها تقريبا مثل ما قلنا 2008 و 2007 تقريبا إيه؟ او إيه؟ يمكن او يمكن قبلها يمكن إيه؟ قبلها بعد عرفت إيه؟ بس آه الحين تطورت بشكل وايد إيه؟ يعني إيه؟ وايد ممتاز تطورت إيه؟ ب... يعني تطوير ان تشوف الحبه لا خلاص مرتبه كامل جسم اكشن صح من الالف للياء إيه؟ يعني الهزه انت الحين مثلا انا ماسك في ديايه هديتها قدامك اول شيء راح يجذبك فيها شنو؟ الهزه 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 لما معرفة. تشوف لوردو أنا بالنسبة لي أول شيء أطالع الهزة والذنب. أنا ليش إني أحب النحر حيل زيادة على اللزوم؟ حلو. مم. الذنب لما تشوف أنت الحبة قدامك أو الديك قدامك لما يكون ذنبه سنتر على الراس مم. هذا الصحيح 100% حلو. احنا الحين شنو قلنا؟ قلنا على سالفة الرقبة والهزة والنحر والنحر صدر الديك أو الدياية مثلاً مم. تمام؟ لما تمشي على باقي الجسم باقي الجسم الكتوف اللي هو الجنحان لازم تكون جايه مغطي الفخوذ هذه واحده من الميزات الحلوه اللي الناس تبيها وهذا الصحيح حلو تمام هذه معلومه جديده اي هذا الجناح لازم يكون مع الفخذ حلو انه يكون واقف سامة نفسه مم. تمام اني على الذنب الذنب المواصفات الجماليه بالذنب كل ما كانت الريشة عريضة كل ما صار أرغب م. فرشة الذنب يعني الذنب في بعضهم تشوف لا والله مسكر إيه بس لما يكون مفروش هذه ميزة حلوة م. وحتى الذنب ما يكون لام على بعضه يكون مبطل كل ما كان مبطل كل ما صارت أحلى وأجمل حق صاحبها هذه م. كثافة الذنب يعني الريش يكون وايد إيه ما شاء الله هذه ميزة حلوة حبات. ما شاء الله كثافتها ما شاء الله تبارك الرحمن عسى الله يبارك لك تسلم حبيبي أه فرشة الذنب انا ما شاء الله تبارك الرحمن اول مرة اشوف هالشيء فرشة الذنب ما شاء الله مثل ما انتم قاعد تشوفون الحين فيديو فرشتها ما شاء الله كبيرة ولا ريشتين اللي فوق قلت لي الريشتين لل... اللي فوق اللي هم العقارب العقارب يسميهم إيه؟ العقارب إيه؟ العقارب بالذنب بالذات م. اذا كانوا طالعين سيده م. هذا ما يصلح لك حق الانتاج م. ليش؟ لانه استبعده نستبعده ليش؟ لانه ما يكون يعني لما يطلعون مع الذنب يعني الحين فرشه الذنب كذي وهذه تكون طالعه كذي، انت لما تشوفها حتى تقول هذه ما فيها جمال. صح. بس لما تكون مثلا لافه كذي مع الريش مع, مع الريش كامل هذه جماليه اكثر من ان تكون العقارب واقفه. لما تكون كامله مع الذنب وراده لورا كلها كامله، هذه ميزه جماليه ممتازه بال يعني بديش نفسه اها اي وتكلمنا عن الريل انا قلت العريضه الريل. والمريشه في <applause> طبعا في ناس ما تميز هالشغله هذه إيه؟ اي دياي العربي في من الحبحب الحبحب يصير يصير كلش بس لما تشوف الدياي الحبحب تشوف الساق عريضه لكن الدياي العربي لا ما تكون عريضه نفس الدياي الحبحب لا تكون يعني سخيفه ضعيفه وبالذات يعني بالريل ساق الديش او الديايه اذا كان فيها التريش التريش اللي هو شنو؟ اللي هو الريش الصغار. الريش الصغار اللي يطلع بالريش، هذا عيب. عيب. هذا اذا كان موجود شيل يعني ما تصلح لك حق الانتاج نهائيا. نهائياً خلاص تبعدها كلش, كلش 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 م. هذا عيب. م. هذا تستبعده نهائيا من حلالك، تطلع كلش برا اوت. تاخذ الساق النظيفه اللي ما فيها تريش يعني ما فيها عرض ان تقول مثلا لا مشكوك بامرها مثلا فيها دم حب حب او شيء تكون صافيه نظيفه هذه على المواصفات كلها المواصفات كلها من الراس ل عسى الله يعطيك العافيه وما قصر الله يعافيك وما شاء الله الحين قاعد نطالع انه في سلالات قاعد تطلع عدل. ما شاء الله تبارك الرحمن عدل هالسلالات انت ذكرت لي قلت لي هم قديمه وفي منهم اسامي بس الحين اللي يعني قاعد نطالعهم احنا بالسوق بالمعارض وبالمزادات قاعد نشوف ان اكثر شيء هم سلالتين اللي قاعد يمشون اللي هم طربان وتي ان تي عدل عدل انت شنو مختص فيهم باي سلاله؟ انا مختص تي ان تي انت موجود اللي عندك التي ان تي إيه وشنو يميزه عن الطربان؟ احنا نبي نفرق بين هذول اللي يميزه هذا في جماليات هذا في جماليات حلو انت لما تي تقول لي ليش؟ معنى مثلا دشيت بالترثه هذه؟ انا اقول لك لان ترثته سلالته وايد ممتازه حلو وايد زينه وبالذات بانتاج الدياي العربي هي تصير نسبه وتناسب حلو نفرض عندنا ديك هني وعندنا ديك هنا الديك هذا ركبناه على مجموعه دياي والديك هذا ركبناه على مجموعه دياي ناخذها نسبه تناسب في شغله بالانتاج شنو تصير؟ طبعا انت نفرض بالدياي العربي انتجت نفرض نقول 100 فرخ حلو حلو ال 100 فرخ هذيلا نقول هني النسبه والتناسب حلو اذا كان السلاله نظيفه <applause> نفرض نقول 20 حبه فيهم عيوب <applause> مثلا العض العض شنو هو؟ شنو <applause> العض؟ انه لما تشوف الديش مثلا اذا كان مثلا ذيله مايل او <applause> جسمه مايل او في شغله تشكك ان تقول لا هذا في عظم العظم بما معناه لما تمسك الحبه تفحصها تشوف العظم مو متساوي. يصير خلل بجينها. نهاية نهاية الظهر. نهاية بداية... الظهر بداية الذيل نهاية الظهر مم. اللي نسميه الورك ال... تمام؟ مم. مو الورش قصدك العزيزو ايوه هذه أي. أي. تمام؟ أي. تشوف في العظمتين يكونون مثلا واحده قدام سابقه الثانيه. هذه شغله، الشغلة الثانية عندك بالصدر لما تحط ايدك وتفحص تشوف لا والله مثلا العظم اللي هني داش عن اللي هني ما يكون متساوي تلقى مثلا الفخوذ مو متساوية مو مأخذه وضع الطبيعي حتى من مشية الحبة تبين اذا لا والله هذه فيها العظم ولا ما فيها العظم بس ان هذا شيء مو ترثة تطلع بالحبه ما لها شيء هذه تطلع لابد لابد تطلع لابد تطلع كل السلالات لابد احنا تطلع احنا يا جماعه احنا اللي نشوفها بالسوق اللي تلقاها واقفه وقفه حلوه بس تلقى ذيلها مايل هذا افحصها هم نقول احنا نفحصها أيوة لان بقى بقى ممكن بقى. إن هي مو مرتاحه اصلا يمكن دياي طاقها ايوه يمكن 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 في وايد وهي صغيره مثلا مم. مجموعه دياي اكبر منها بالعمر مم. طاقينها ولما كبرت الحبه تكون مدقوره فتكون قاطه جناحها يعني ال... مو شرط ده. ان تشوف على الواحد تقول لا, لا في في لفه بالذنب لا لازم تمسكها وتفحصها مثل ما قال اخونا ايوه محمد. بالضبط هذه شغله مم. الشغله الثانيه راح يعطيك مثلا الفرق ما راح يعطيك إياه كامل نظيف مم. لابد أن تطلع لك كم حبات نفرض إحنا من 20 حبة الحبة هذه آه لابد أن يطلع لك مثلاً الحمم نص الفراغ أي. أو مثلاً تسكيرة بداية الفراغ أي. هذه هم تضرك ما تنفعك حق الإنتاج لما تجيني تقول لي مثلاً الترثة هذه النسبة فيها سبعين بالمئة من حبات تراتيب أي. ومن حبات أكشن التراتيب تشوف أنت الحبة عادية بس إن دمها نظيف أي. انت تركب عليها ديك الاكشن اساس عشان تاخذ الانتاج الزين الانتاج الزين وتوصل له ايوه بالضبط <applause> لأن اذا ركبت اكشن على اكشن ما راح تنتج شيء صح نهائيا لازم راح يعطيك ايه. اخطاء اغلاط ايه. يعني واحد. لازم ندول ندخل اخطاء عندنا عشان اه اه مثلا يعني انا قاعد اكلمك انه لو نركب شيء كبير على شيء كبير ما راح يعطيك له الكبر ايه. لازم ايه. هذ... فلازم تكسر لازم تكسر لازم تكسر اي ايه. الشغلة الثانية التراتيب يعني لما تطق عليها ديش اكشن او مثلا الدي اي كانوا اكشن تطق عليهم ديش مرتب لا هني راح يصير انتاجك صحيح اذا طقيت تراتيب على تراتيب هم راح يعطيك يعني تطلع لك يطلع لك من الانتاج الطفره هذه اللي طفرة يعطيك الاكشن ايه؟ يعني عادي نركب طربان على تي ان تي على سي اي عادي عادي ما اذا مشغل... كانت هذه نقول لك يا جماعه امسك خطك طلع لنا ديك ايوه ونحطك الاسم الثالث وياهم او الرابع او الخامس ايوة او ما ايه شاء الله وايد ايه. فنقول لهم يا جماعه تعال امسك اشتغل شوف قيس مثل ما قال اخونا ابو محمد وطلع وانتج الطفرات وروح ايوه واحنا واحنا ندعمك اه انا من الدعم انا بعطيك اي <applause> <conex> هذه, <هي>، هذه لازم <تصفيق> <تصفيق> الله يرحم والديك اخوي مشكور على المعلومات الحلوه هذه حبيبي الله يسلمك كلمنا عن العلاجات حلو و وفي شغله حلوه هم ذكرتها حق الديك اللي واقف واللي الدنيا هذه انا ما احب اذكرها بيها منك تطلع حلو تمام العلاجات مع علاجات سواء يعني الكورسات لابد انك تمشيها على الحلال حلو انت عارف عندنا مثلا بالصيف يعني الفترة اللي فاتت م. يانا الثلاث ايام البرد هذا م. البرد يعني فجأة دش م. انت لازم تكون محصن الحلال م. من اي ناحية يعني تمشي لهم المضادات كورسات الاسهالات تكرم اه كورسات طبعا الكنكر م. بالدياي الدياي ما يصير نادر جدا ما يصير فيه الكنكر م. بس الاسهالات دائما تكون اه يعني موجودة م. قلبات الجو والتنفس نشوف ناس وايد. التنفس هذا طبعا مع المضادات التنفس م. لما انت تمشي احتياط حق الحلال على اساس ان اي قلبه جو اي شيء خلاص اللي هو شوي مناعته شوي قويه عنده مناعة. طبعا لازم الفيتامينات فيتامين سي فيتامينات التصميم فيتامينات البيض م. الشغلات هذه كلها هذه م. لازم الواحد يمشي عليها على الاقل يعني لو بالشهرين مره م. تمشي عليهم الكورسات هذه لو ثلاثة ايام وقائي مه. لازم هذا ضروري والتطعيم التطعيم كل ستة اشهر كل ستة اشهر تطعيم لنيوكاسل يكسل أيوة. نقول بدايه دشه الموسم ايوه بالضبط مه. لان يكسل اساسا ما له علاج فانت لما تطعم يكسل خلاص انت حصنت حلالك اساس مه. اذا دار المرض او يعني يا يعني المرض بالمحصار ما يحوش الحلال كله آه. خلاص الحلال هذا محصن ومناعته قويه هذه على العلاجات العلاجات وفي شغله احب اذكرها طبعا هذه قليل من الناس اللي يدرون عنها بس الحمد لله تعلمناها من الناس الكبار وعلمونا اياها من زمان في شغله بالديك عند الذنب نسميها المدهنه المدهنه هذه شنو اذا مثلا شفت لك ديش تعبان ما تدري شنو فيه يعني تشوف مثلا الريشه مكسر أه تشوفه مثلا في ضعف طبعا الضعف في وايد احتمالات ممكن انه يكون دود صح. ممكن انه يكون قمل وفي القمل الاحمر هذا القمل الاحمر يذبح على طول فلازم انت يعني تجاب له اول بول الحلال ف نقول سالفه الضعف أه مثلا نقول انه ما يصمم الديش، او انه تصميله اقل المدهنه هذه اللي تصير عند الذنب أي. من ورا فوق الظهر صوب الدباره تضغطها من تحت تضغطها تنظف المدهنه هذه كلها هي إيه نفس الحما صغيره مم. فيها راس من فوق لما تضغطها خلاص هذه المدهنه انت قاعد تطلع المدهنه اللي انت ممكن تكون مسكره او, شر... أو شيء ممكن تكون مسكره فلما مم. تضغطها تنظفها مم. تشوف الحلال يتغير شوي هذا بس بالديك ولا بالديك هذه لا بس بالديك بس بالديك اي بس بالديك فتشوف الحلال يتغير من ناحيه تصميل طبعا لازم مع الكورسات مع الفيتامينات <ممم> الشغلات هذه كلها تمشي على الديك نفسه او هم الديايه حتى يعني الديايه فيها يعني نفرض احنا نقول بيض خداي بيض الخداية تلقاها مثلا بيضه صغيره صح ولا بيضه مثلا قشرها لين قشرها لين صح, يعني يعني صح لازم تعطيها كيلز تعطيها الكورسات هذه على اساس انها تتعدل بالانتاج فهذه الشغله لما تنظفها تشوف التصميم يرجع ان شاء الله طبعا من بعد الله سبحانه سبحان يرجع التصميم الممتاز تشوف مثلا الذنب اذا شلع الديك يتعدل الذنب تطلع ريشته حلوه كامله م. مرتبه يعني هذه هم فيها شغلات وايد ممتازه يعني المدهنة هذه الصغيرة أيه. تعدل وايد شغلات بالعبل هذه والله كنا نجهلها والله يجزاك أيه. خير على هالمعلومة الحلوة حبيبي على قولتهم خلي الناس تستفيد اي والله وهم كل واحد حاط له حلال وقاعد يجابل في بعضهم مثلا ما يعرف الشغلات هذه لابد انه يعرفها صح وممكن شارينا بجيام ما شاء الله تبارك الرحمن أيوة. واسعارهم يعني كل سنة نشوف لهم يعني اسعار قاعد تنقز بشكل مو طبيعي ما شاء الله صحيح عسى الله يبارك لكم حبيبي الله وكلمنا يسلمك. عن البطولات اللي صارت هنا البطولات اللي صارت يعني الشباب الشاهد الله ما قصروا يعني قاعد يتعاونون وقاعد يسوون بين فتره وفتره بطولات وتحكيم على الحبات والناس اللي عندها حبات وقاعد تشتغل وقاعد تجتهد وتطور من حلالها زياده قاعد تدش البطولات هذه تشارك وفي حكام يعني الحكام الشباب ما يقصرون القدامى أيه موجودين, أيه أيه يعني. موجودين منهم الله يعطيهم الصحه والعافيه القدامى موجودين منهم و ويحكمون طبعا حتى بالحلال كل واحد تروح له مثلا تروح مثلا المحصار سين من الناس عشان لا ننسى احد لا أيه ننسى احد أيه عرفت عند سين من الناس تشوف عنده حبات مثلا يحبه هو الشقافه <applause> الشقافه شنو هي؟ أي. كل ما صغر حجم الديايه او الديتش <applause> هذه ميزه حلوه. هو تلقاه مثلا يحب الشغله هذه بس انه مو شقافه يصغر وايد <applause> يصير شكله مو مقبول. صح اي يعني <applause> في شقافه اللي هي مرتبه حلوه حق بطولات حق مسابقات الامور هذه كلها. أي. عدل. هذي. تلقى هذا مثلا يحب النظام هذا. <applause> تلقى تروح مثلا محصار ثاني يقول لك لا انا احب الاكشن. الهزه والنحر والوقفه وفله الذنب والشغلات هذه م. كلها تروح مثلا احد عند محصار واحد يقول لك لا انا احب الويوه صح احب جسم مرتب وويوه نفس ما شرحت لك قلت لك المقارك ونقطه من العين والسيعه نسميهم احنا على قولتهم العيون اللي بارزه نسميهم م. العقرب صح عرفت؟ م. فالميزات هذه كل واحد يحب النظام هذا الستايل هل هذا هل لان كلهم لهم فئه مسابقه كل مسابقه لا 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 هم لما يدشون يدشون مم. عامة النقاط لما تنحط يعني اكثر النقاط تكون حق الجسم اكثر النقاط حق الجسم اي بعدين وحتى ترى حتى اللي عنده مثلا السلاله اللي... نفرض التراتيب مم. لابد ان التراتيب هذه دمها فيها الاكشن أوه. فاكيد راح يقطله مم. اذا تركيبه صح مم. اكيد راح يقطله الاكشن الاجسام اللي يشارك فيها مثلا بالمسابقات البطولات هذه كلها فالبطولات يعني اللي قاعد تصير هذه الشباب شاهد الله يعني ما قصروا قاعد يجتهدون وقاعد يحطون وقاعد اي يعني والله يعني تحيه وما قصرت يا جماعه منه وما قصرت اي ايه والله وحتى يعني البطوله اللي اخر وحدة اللي صارت طبعا هذه هذه لازم الشكر ضروري حق اخونا ابو عبد الرحمن الكندري اي أبو عبد الرحمن الكندري اي والله ما قصر, ايه ما قصر والله ونعم من الالف للياء اي والله ورحم الله والديه اي والله وهم هذه تشجيع حق الهوايه تشجيع حق المربين عدل وان شاء الله الحين يعني الايام الجايه في احنا مسوين هم اتحاد الدياي العربي المميز الاتحاد هذا يضم المربين كلهم عسى الله يبارك لكم ان شاء الله ايه. وهذه ان شاء الله تمشي اقول لك يا هني وعلى الهواء احنا وياكم الدعم من من الالف الى الياء الله يرحم والديك ما اي والله وتستاهلون على هالمستويات وقاعد قاعد ترفعون اسمنا ما قصرتوا يا جماعه عسى يعني الله يبارك لك ما عندنا الا حلالكم الله يرحم والديك واللي تامر فيه الله يرحم والديك ككلمه اخيره شنو تنصح الناس بهذه الهوايه؟ انا انصح الناس بهذه الهوايه انه قبل لا يدش يفتر على المربين كلهم عامة ياخذ معلومه من هني معلومه من هني معلومه من هني وهو يقارن يشوف شنو اللي يعني مثلا النظام او الستايل اللي يحبه هو مثلا هذه الحبات كذي يعني مثلا يدش على المربي يقول له مثلا تبي تركب تركب مثلا هذه على الديش هذا الحبه هذه على هذا تبي تدش السلاله هذه نسبه انتاجه الشغلات الصحيحه بالانتاج <تبترك> اعلى مثلا من <تبترك> السلاله هذه يعني السلالات قبل <تبترك> لما ترجع لها تشوف لابد ان قبل في عيوب بس الحين خلاص انمسحت يعني العيوب هذه ان شاء الله ما لها وجود بالضبط والشباب كلهم فيهم الخير والبركه وعقبهم حلال زين يطورونهم زي؟ للامام وجاري التطوير اي وما راح يوقف التطوير ما راح يوقف التطوير اي لان كل مره تطلع لك حبات افضل من الحبات اللي موجوده قبل اي ما شاء الله تبارك فاللي يعني انا انصح الناس اللي يبيدش يروح ياخذ ليكسب لي له لي خبره من كثر ما يمر على المربين بعدين يعزم ودش بالحلال وهم نقول اللي يبي يطالع الحلقه ان شاء الله ويشوف الحلقه موجوده ان شاء الله ما يقصر الله جاسم موجود العافية واحنا موجودين وما راح نقصر مع احد باذن الله بالضبط حبيبي والله الله يعطيكم العافيه الله وأسأل الله يوفقكم والشاهد أسلم. الله شغلكم طيب وممتاز ومنها للاعلى ان شاء الله الله يرحم والديك واللي تامرون فيه حاضر مشكور يا اخوي الناس اللي تبي تدش بهالسوالف انا حاضر وبالخدمه الله يرحم والديك اللي يامرون فيه الله يرحم والديك ومشكور يا اخوي على استضافتي وعلى هاللقاء الحلو حبيب واللي حبيب على قولتهم ما خشينا في شيء وطلعنا اللي بجبنا كله كله كامل <applause> الله يرحم <مالديك تصفيق> والديك مشكور الجنه حبيبي اعزائي حبيب. المشاهدين اتمنى ان كفينا وفينا وياكم ونشوفكم ان شاء الله بحلقات اخرى ان شاء الله السلام عليكم <applause>